السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. طلبة من عندي تعبير سفرة مدرسية قراءة الصف الرابع ابتدائي صفحة 90. رتب الجمل التالية وألف منها قصة بعنوان سفرة مدرسية. عنوان التعبير أو الإنشاء هو سفرة مدرسية. هنا أنا رقمت هذا التسلسل، هنا رقمت أنا هذه الجمل. هنا عندنا النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة. نحفظ هذه النقاط بالتسلسل وبالتسلسل الصحيح، ونكتبه بالدفتر قطع إنشائية يعني بدون أرقام. نقرأ التعبير. النقطة الأولى: ذهب التلاميذ في سفرة إلى أحد المصايف، فمروا بقرية جميلة قرب المصيف. النقطة الثانية: وشاهدوا راعيا يرعى الغنم ويعزف على الناي، وفلاحا يحرث الأرض، وامرأة تخبز بالتنور. النقطة الثالثة: ولما وصلوا إلى المصيف نزلوا من السيارة. النقطة الرابعة: ودخلوا بستانا كبيرا فلعبوا وأكلوا وفرحوا ثم عادوا مسرورين. أعيد قراءتها. التعبير بعنوان سفرة مدرسية: ذهب التلاميذ في سفرة إلى أحد المصايف، فمروا بقرية جميلة قرب المصيف، وشاهدوا راعيا يرعى الغنم ويعزف على الناي، وفلاحا يحرث الأرض، وامرأة تخبز بالتنور. ولما وصلوا إلى المصيف نزلوا من السيارة، ودخلوا بستانا كبيرا فلعبوا وأكلوا وفرحوا ثم عادوا مسرورين. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.